طيب في جملة دايما يا دكتور بتقوليها، مفيش أكل بيتخن، يعني إيه يا دكتور؟ الرز يعني والمكرونة والعيش دول إيه؟ يا فندم، الاكل عشان يتخنك لازم تاكليه بكميات أوكي كبيره جدا اكتر من قدره جسمك على الحرق، وتكوني بتاكليه بلا وعي، يعني بشكل مبالغ فيه. ده انا بتكلم على مين هنا؟ بتكلم على الناس الطبيعيه اللي ما عندهمش اي مشاكل هرمونيه ولا فسيولوجيه تؤدي الى زياده الوزن، لان ممكن مع تطور الزمن يجي لك اي مشكله هرمونيه، زي مثلا غده درقيه عندك تخمل، يحصل مشاكل في هرمون الانسولين يؤدي الى ان قابليتك للزياده تبقى عاليه. أعلى. ولكن انا بتكلم على الناس العاديه. ليه انا بوسم الاكل واعمل حاجه اسمها فود شيمينج؟ انا كاني بقول ان الاكل هو مشكله تخني. لا، سلوكك مع الاكل هو مشكله تخنك. ازاي بنتعامل مع الاكل؟ في نظريه طبعا كلنا عارفينها، انه الدنيا او الاكل في الدايت المفروض ان انا بحسبه بالسعرات الحراريه. وفي نظريه علميه اسمها ثيرموداينامك بتقول ان حضرتك بحسبه معينه ايكويشن او معادله حسابيه اقدر اقول لحضرتك حضرتك محتاجه سعرات حراريه قد ايه عشان تعيشي، دي اول حاجه. تاني حاجه علشان تتحركي الحركه اليوميه بتاعتك. تالت حاجه لو هتعملي فيزيكال اكتيفيتي او نشاط بدني ازيد من الحركه اليوميه. وزودي على ده ان احنا واحنا بناكل بنحتاج طاقه عشان ناكل، نمضغ، يحصل عمليه الهضم والامتصاص الى اخره. إذا حضرتك محتاجة كم سعرات معينة، قصادها لو أخدتي نفس كم السعرات مش هتتخني، أكلتي أقل هتخسي، أكلتي أكتر هتتخني. نيجي بقى لمفهوم إن الأكل بيتخن، ما هو هيتخنك لو أخدتي منه كميات كتيرة. ليه نوسم النشويات خصوصًا اللي هتتخني؟ هي الفكرة كده. أصلًا أنا لما بحط إيدي في حلة المحشي ما بوقفش أكل. أيوه، عشان أنتِ عشان عارفة هتاكلي محشي فبتوقفي أكل من الصبح عشان تخشي على حلة المحشي طبعًا. تقضي عليها. أيوه صح. لكن لو موزعة الأكل على اليوم وأخدتي المحشي بتاعك في طبق واحد هيتخنك ليه؟ بالعقل كده وبالمنطق. احنا بنتكلم هنا عن الناس الاصحاء. طب دكتور انت، انا واحده لازم اروح لدكتور علشان خاطر اعرف انا محتاجه قد ايه سعرات حراريه، ولا دي حاجه لا ممكن اعرفها مع ممكن نفسي؟ ممكن تعرفيها بطريقه لطيفه جدا. كانت في دراسه علميه منزلاها بيبر لطيفه، ان لو انا سيده اضرب وزني بالكيلو جرام في 20، لو انا رجل بضرب وزني في 22. وبعد ما اضربه ده المتوسط اللي حضرتك محتاجاه. لا، مين قال لك الكلام ده؟ هنقول وزنك كام؟ لا تقوليش بالك. لا لا لا، مش هيطلع رقم كبير، لان انتوا يعني متوهمين انه الاكل اول ما بتشوفيه بيبقى في دماغك سعرات كتيره قوي. لا، وانس ان حضرتك عملتي حاجه اسمها تقنين لكميه الاكل وحطيتيه كله في طبق واحد عمره ما هيتخنك. طيب دكتور دلوقتي انا عايز اعرف منك، اعرف ازاي انا حرقي بطيء ولا لا؟ طيب ولو هو بطيء اعمل ايه عشان ما يبقاش بطيء؟ طيب هو مفيش حاجه اسمها حرق بطيء. اوكي، يعني خلينا نتفق انه انا طالما عايشه في الدنيا بعد 8 ساعات من نومي انا بحتاج حاجه اسمها بيزل ميتابوليك ريت، يعني انا بحتاج سعرات حراريه عشان اعيش، وده بيبقى الحرق الاساسي. اوكي، فانا كل واحد فينا محتاج سعرات وعنده قدره على حرقها عشان يتنفس واعضاءه الحيويه تشتغل. رقم 2، قمت اتحركت، هنزود عليهم النشاط اليومي. رقم 3، ابتديت اعمل بقى، اروح اعمل نشاط رياضي، اروح جيم بتاع، حطيت عليهم سعرات كمان. اذا دي قدرتي على الحرق كل يوم. طيب انا بقى، حضرتك قلتي في بدايه الحلقه الدايت بقى ترند. انا بسمع من هنا ومن هنا ومن هنا كلام كتير عن الاكل، منها ان انا مفروض اقلل الاكل جدا لان هو مشكلتي عشان ايه؟ عشان اخس. وقفت اكلي، السعرات الحراريه اللي انا باخدها من الطعام بعدت جدا، بقى في جاب ما بينها وما بين الحرق الاساسي بتاعي اللي انا محتاجاه عشان اعيش. فسبحان الله، ربنا خالق جسمنا زي الكمبيوتر، اول ما يشم خبر انك بطلتي اكل ووقفتيه فتره وده اللي انت متعوده عليه، يبدا يعمل ايه في الحرق؟ يعمل له بوز، يعني هيوقفه مؤقتا، لان هو متصور جسمك انك قاعده في مجاعه في مكان ما فيهوش اكل. فانا عشان السرفايفل او عشان افضل عايشه في الدنيا لازم الحرق يتاثر. اذا عاداتي اليوميه هي اللي بتاثر على قدرتي على الحرق. برضو احنا بنتكلم على مين؟ الاصحاء اللي ما عندهمش مشكله تؤدي الى انه الحرق عندي يبقى بطيء. انا واحد ما عنديش اي مشكله صحيه، عادتي بقى اليوميه ما باكلش خالص. طب انا قلت لك انه في حاجه اسمها الثيرمال ايفكت اوف فود، او اني لما باكل بحتاج سعرات حراريه عشان اهضم وامضغ وكذا. انت ما بتاكليش خالص، الجسم حاسس ان في مجاعه فبيخلي الحرق ايه؟ اب اند داون. خلاص، حاجه ثانيه ما بتتحركيش، احنا في سيدنتري لايف ستايل وسترنايزد اللي هو بنسميه المجتمع الغربي اللي معتمد منلي على الايه؟ العربيات والمواصلات. انت بتقعدي على الكنبه في الليفنج وبتبقي قاعده كل حاجه بالريموت، وفي ناس بتساعدك في البيت وهو الى اخره، ففين حركتك اللي هتصرفي منها سعرات حراريه؟ هي الفكره كلها في الانفايرمنتال فاكتورز او في عاداتنا اليوميه.